لمصلحه فنجا سانتانا جاجا لان تعود الى خالد اليعقوبي. ما زالت لسانتانا مر فيها وارسلها لمصلحه فنجا. رشيه موجوده للملك، نعم لفنجا، نعم في ليله القبض على الصداره. هنا المسلمي ياتي باولى الاهداف، هنا المسلمي نعم يعطي فنجا هدف التقدم في هذا المساء في ليله القبض على الصداره. الملك نعم يريدها بجداره وبجداره. هدف اول ياتي لفنجا براسه رائعه من محمد المسلمي، هدف عن طريق المسلمي اكيد يفرح من هذا المدرب الواضح في الصوره لطفي جباره. لاحظ كره سانتانا جاجا ارسلها بشكل ممتاز، محمد تواجد في المكان المميز وراسيه في الشباك، راسيه تعطي اول الاهداف للملك الفنجاوي. هدف نظيف لفرقه الاصفر الفنجاوي الذي يتقدم براسيه القائد المسلمي. هدف اول في الدقيقه رقم 21 لمصلحه فنجا. كنا وقد تكلمنا عن الكرات، عملية ضبط حائط الصد والخطأ موجود لمصلحة فنجا، صعود لعبد الرحمن ولصلاح، الخطأ موجود الآن. جاجا أمامية لفنجا لكن تخلصت من قبل دفاعات صلالة. ما زالت الآن في أرضية الملعب، هي نعم تريد فنجا الصدارة تنادي الأصفر، وهدف ثاني يأتي للملك الفنجاوي يبدو أنه عن طريق العمدة. أوه يا عمدة يسجل بذكريات الزمن الجميل، بذكريات التألق نعم، يسجل الهدف الثاني الآن لمصلحة فنجا، لمصلحة فنجا نعم. لاحظ جاجا، جاجا رايق في هذا المساء، أرسلها وعادت، وبعد ذلك هنا المتابعة. ربما نعم اللمسة كانت من عماد، ربما نعم الهمسة والغمزة كانت من عماد. لاحظ الكرة من خالد، بعد ذلك مرت وعبرت، هي تريد فنجا الصدارة تنادي الملك الفنجاوي، هدف ثاني يحقق كل الاماني اكيد لجماهير فنجا، يحقق كل الاماني. لاحظ جاجا عرضيه ممتازه، هنا الدربكه في دفاعات صلاله، وهنا عماد، ربما لمسه هي عموما عبرت، هي عموما سكنت شباك حارس المرمى محمد احمد. وفنجا نعم يتقدم بصل فارق في هذه اللحظات. مرور ممتاز من علي بيت سعيد، وعلي بيت سعيد تمريره بعد ذلك تصل الى هاشم، هاشم صالح، يا سلام يعود به ميلان، هاشم يقلص الفارق نعم بطريقة جميلة. يا سلام على تمريرة علي بيت سعيد، ويا سلام على دوران هاشم وعلى هدف تقليص الفارق الذي يأتي الآن لمصلحة نادي صلالة، لمصلحة صلالة الآن الذي يبقي بصيصا من الأمل في الخروج من هذا اللقاء على الأقل ولو بنقطة. نعم هدف تقليص الفارق. لاحظ تمريرة علي بيت سعيد، يا سلام على علي، تمريرة رائعة. ولاحظ دوران هاشم، يا الله على الدوران وعلى التسديدة بعد ذلك التي تسكن شباك الهطالي، تسكن شباك أحمد الهطالي لأن يقلص نادي صلالة الفارق في هذه اللحظات. هدف أول لصلالة وتصبح النتيجة بالتالي هدفين لفنجا مقابل هدف لأصحاب الأرض، هدفين مقابل هدف. إلى هاشم، هاشم صالح مرة أخرى، يا سلام يا الله على أحلى كلام. هاشم ما زال موجود، هاشم صالح هنا يصلح الأمور، هنا يعيد النمور، هنا يسجل التعادل بعد أن كان صلالة متأخر. هاشم يعود بهم من جديد، الله على هاشم صالح وعلى التسديدة القوية التي تسكن شباك أحمد الهطالي. صلالة عاد من بعيد، شوط أول مثير بأربعة أهداف. الله يا هاشم، الله يا هاشم، هدف رائع. لاحظ الكرة من عبد المجيد شماس إلى هاشم، دائما بالطريقة التي يتمناها، التي يعرفها جيدا هاشم، سددها قوية لكي لا تعود، أسكنها شباك الهطالي لأن يعيد النمور الآن إلى أجواء اللقاء بهدف التعادل، بهدف التعادل، هدفين مقابل هدفين. برافو صلالة، برافو صلالة، يعني بالرغم من التأخر بهدفين نظيفين إلا الشباب وعلى المصنع. الكرة أمامية الآن لمصلحة صلالة، أخطر الآن، الله، هي نعم نمور صلالة تقلب الموازين وتعيد مرة
أخرى الأمور للتقدم. صلالة يقلب الطاولة راسا على عقب، يا سلام على الكرة الماضية وعلى التسديدة الماضية. علي بيت سعيد يعطي كل السعادة للواضح في الصورة الكابتن يونس أمان. الله على صلالة في هذا المساء، على الإصرار، على الرغبة، على الحماس، على عدم فقدان الأمل. لاحظ الكرة والتمريرة، يا سلام، هي من الأولى، هي من الأولى. الله على التمريرة إلى علي بيت سعيد على طول من الضربة الأولى، من الضربة الأولى. هنا علي بيت سعيد ارسلها قوية في شباك أحمد الهطالي لأن تتقدم نمو صلالة.